سيدة جميلة نايليز، السلام عليكم. اليوم كما نشوفوا رانا مع تدريبات مع المنتخب الوطني، وين راكم ديروا حصة تدريبية وين درتوا لهم حصة تقوية العضلات، تقدري تحكي لنا شوية الحصة التدريبية تاع اليوم؟ قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحصه تاع اليوم التدريبيه تاع اليوم درنا لهم اون سيونس دو سادير دو مسكولاسيون كي افيك شارج با افيك شارج شارج ليجير اي تو، و بيان سور عندنا يومين راحه لازم نعاودوا البنات هادو نحولهم لهم شويه كره اليد، نسوهم في كره اليد، وما يغفلكمش باللي عندنا مقابله راهي تستنى فينا، وشويه هاد المقابله تكون صعيبه علينا، والبنات راكم تشوفوا فيهم راهم لاباس بهم. صادي خرجناهم شويه من لاسبي تاع نتاع حرشه وتاع لو ستريس وتاع المقابلات، والحمد لله رانا ننظموا روحنا ونوجدوا في روحنا للمقابله اللي راهي جايه. يعني كيفاش راكم تحضروا لهذه المقابله مع البنات، خاصه انه مقابله صعبه، وشفنا يعني البنات راهو عليهم شويه ضغط في قاعه حرشه. سي نورمال يكون عليهم الضغط، ما يخفالكمش، انا قلتها ونعاودها، راهم اول مره راح يلعبوا في بلادهم وحرشه وهذاك الجمهور، وعلى بالك الشعب الجزائري متعاطش، يحب يشوف النتائج ويحب غير الربحه، والربحه يفو ما ينساوش باللي صعيبه، والمقابله اللي راهي جايه صعيبه على السنغال، صعيبه على الكامرون، وهاد المقابله يلزم نفوزوا بها باش نكونوا الاولين في الترتيب، باش اوموا ما نلاقيوش كيما تونس ولا انغولا ولا، هذا هو التخطيط. والبنات راهم كونسيونت وعلى بالهم المهمه اللي راهي تستنى فيهم، وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. سيده جميله نايلين، شفنا يعني بعض الفتيات بداو كيما نقولوا يخرجوا يتظاهروا بمستوى جيد، عندنا لاعبه ما تعودناش عليها في المنتخب الوطني هي ناديه، مباراه الاولى ديالها قاعه حرشه يعني مملوءه بالجماهير، ولكن قدمت اداء جيد. نعم، سورتو ناديه اول مره تجي الجزائر، واول مره تلعب مع الشعب الجزائري، اول مره تشوف حرشه. سي نورمال لو بروميير ماتش اللي تي ان بو تيميد دون سون جو، بصح في المقابله الثانيه كي شغل تحرت ومدت الثقه في نفسها، وهنا خليناها مام هنا شجعناها بزاف باش تدخل في المقابله، وشفتوها البارح كانت صح شويه وديبار كانت شويه ثقيله، من بعد تسرحت، وان شاء الله المقابله الثالثه تكون خير من الاولى، خير من الثانيه، وتكون مليحه في الثالثه ان شاء الله. وعن اللاعبه سولي نجاح. سولي نجاح انا كنت دايره فيها ثقه بزاف، وكنا تكلمنا عليها وكنا حابين تجي، والحمد لله وبينت باللي عندها مكانتها في الفريق الوطني وسيرتو في الجناح، والحمد لله. وراكم انتوما شفتوا انتوما اللي تقدروا تقيموها، ماشي المدربين. اقصاء نسيمة دوب في المباراه الاولى بالبطاقه الحمراء اثر شويه في المنتخب. بيان سور او ديبار اثر علينا، سي نورمال، وكانت بالك مليحه وماشي مليحه، لا بروف البنات في الوسط اون دومي سونت داو المسؤوليه، والحمد لله ونجحنا، ونسيمه راح تعاود ترجع للمكان تاعها، وما يخفالكمش راهي اساس في عندها تجربه كبيره، وتعاون الزملاء تاعها، ونهار الكونغو بالك هي اللي ما لعبتش المقابله هذيك وكانت تشوف فيها من بعيد، كما يقول لك حست باسكو يكونوا في التيران اون غوسون با لا ميم شوز، هي خارج الملعب شافت، ونهار بيان سور تحس اكثر، ونهار المقابله كونتر الكونغو ديموكراتيك على بالي باللي راح دير مقابله جيده. السيدة جميلة نايلي، يعني مباراة صعبة أمام المنتخب الكونغولي، البنات بدينا نشوفوا بنات يعني كسبهم المنتخب الوطني، يعني ما تظنيش أنه حتى لو كأس أمم إفريقيا هذه ما جات في وقتها، ويعني متخوفين بعض الشيء من نتائج، لكن المنتخب الوطني ربح عناصر مهمة للمستقبل. بيان سور ربح عناصر مهمه للمستقبل، وهاد البنات راكم شفتوهم جازوا مرحله صعيبه بالبزاف، من 26 ديسمبر الفريق تغير، راهم باينين الاخوه بيناتهم، تنحى لهم كاع هذاك الضغط، تنحات لهم بزاف اشياء تنحاو، وراهم على بالهم باللي راهم في بلادهم ويجم يفرحوا بلادهم ويعاودوا يرجعوا، وباش الجزائر والمسؤولين الجزائريين يزيدوا يديروا فيهم ثقه، باسكو هاد البنات جاب لي ربي في ابخي لو مونديال ايزون بيردو لا كونفيونس، ها ودركا هنا يبينوا باللي كاين فريق وطني، باسكو بزاف الناس يقول لك ما عندناش فريق وطني اناث، الحمد لله كاين فريق وطني اناث، وراهم هنا وراهم يبرهنوا وراهم يبينوا.
هل تم ضبط تشكيله اللي رايحه تلعب امام المنتخب الكونغولي؟ درك التشكيله باش نقول لك تشكيله راهي باينه في 85%، بصح اليوم عندنا فيزيوناج راح نشوفوا المنتخب الكونغولي، باسكو ما يخفالكمش باللي لي زافريكان يتغيروا، ميم تشوفي حاجه في المقابلات تولي حاجه اخرى، راح نشوفوا لي كارت ميتريس تاعهم. هنا راح نخدموا ونديروا فريق على حساب لي كارت ميتريس تاع الكونغو ديمقراطيك، هنا نقدروا نديروا فريق ونعرفوا اللي راح نقادرين يحبسوهم. بيان سور هنا لو بلوز امبورطون سي لا ديفونس، كي نكونوا نديفونديو مليح نربحوا المقابله، لا ما دافعناش مليح هنا يكون عندنا صعوبات. وعندهم لاعبه رقم 9 هذيك لا طيغ غوش قويه بالبزاف، قويه فريمون بزاف، هذيك لازم نصيبوا لها حلول باش نحبسوها، هي لا حبسناها هي بالك نحبسوا الفريق كاع. عندنا لاعبات اللي قادرين يحبسوها سيده جميله. بيان سور عندنا لاعبات قادرين يحبسوها، برك يكونوا في نهارهم والمغال تاعهم وبوفيكس، وان شاء الله فيها خير. انا نمشي غير بالخير، وعلى بالي باللي الفريق هذا دايره فيه ثقه 100%، وعلى بالي باللي راح ينجحوا ونتحصلوا على نتيجه ايجابيه ان شاء الله. سيده جميله نايلي مشكوره. جمهورنا الرياضي كما كنتوا تتابعوا معنا، كنا مع السيدة جميلة نايلي اللي متفائلة بمستقبل المنتخب الوطني لكرة اليد السيدات ومتفائلة في المباراة القادمة.